هذا اللقاء المرتقب بين المنتخب المغربي ايضا تشكيلة المنتخب المغربي كلاعبين او المنتخب الصومالي كلاعبين اساسيين في هذه المباراة بينما للمنتخب الصومالي كرة ملعوبة سريعة لمصلحة بالتصنيف 12 الذي يتواجد مباراة ودية وليست ودية التي تأتي برعاية الاتحاد العربي المنتخب الصومالي مرتدة للمنتخب المغربي الله يا عيني ارتداد تغطية بشكل جميل وبشكل رائع هنا من عبد الوالي الكرة يا عيني على قذيفة إذا يعود إلى الدفاعات يغلق الأماكن الله عليك يا سعيد الله عليك يا ولد حسن هنا في الكل نعم ساطة كولمو الأسباني عادت من جديد يا عيني أبو زيد مر يا عيني على المرور يا عيني على الكرة ملعوبة ولكن هنا خطأ لمصلحة المنتخب المغربي نعم خطأ العشرة أمتار يا أنس العيان قذيفة لا كنية يعود من جديد لمصلحة الجميل خالد أبو زيد يا استبسال دفاعي بشكل سريع أنس العيان خطيرة مرت الكرة لم هذا هو خالد أبو زيد لاعب صاحب رقم 15 أنس تسديدة ملعوبة تعود الكرة إلى الكنية بومزو يا الله قوية يا الله على إدريس لا 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 لم تمر يا الله يا أبو زيد شباك الصومالية هنا تعود الكرة ملعوبة لا 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 الحظ اليوم أبد اسماعيل همزال الكرة هنا من جديد لمصلحة المنتخب المغربي تسديدة قذيفة مغربية إسماعيلية في أرضية الملعب وقبلة على في الكرة الماضية ركلة تماس ملعوبة جميلة عبد اللطيف وبصيحات جماهيرية عبد اللطيف الإسماعيل ومزال ملعوبة الكرة بشكل جميل بلال بخالي في أرضية الملعب بقذيفة جميلة وبقذيفة رائعة وببراعة الملعب كرة لمصلحة المنتخب المغربي ملعوبة أمامي إدريس بلال لاعب المنتخب الصومالي الذي يقفني الدل يطالب بخطأ إدريس الفني ملعوبة خطيرة مرات نارية خطيرة ولكنها إلى ركلة ركنية هذا هو استرسال الدفاعي والعودة السريعة الكرة من جديد يا عيني مرات يا الله 3-2 لكن هنا سعيد هنا سيطرة نعم محاولات ولكن الاسترسال التجمع العربي الكبير الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب في النسخة الأخيرة والتي استضافتها واجد معنا في هذه المباراة البطل المغربي هنا بطل النسخة الماضية بهؤلاء الأسماء بهؤلاء العناصر حكم اللقاء في حديث هنا المغربي في أرضية الملعب بلال في محاولة تسديده ولكنها إلى خارج أرضية الملعب إلى بلال الكرة ملعوبة سفيان في محاولة إدريس هدافهم الجميل هدافهم الرائع إدريس يسجل ثالث الأهداف المغربية في أرضية الملعب وقبل نهاية يا عيني على الصناعة يا عيني الانتصارات المغربية إلى الآن في ليلة البارحة انتصار أمام الكويت إلى الكرة بلال إلى يوسف ملعوبة الكرة مرتها ومنتخب الكويت والمنتخب الجزائري أحد العناصر والركائز الأساسية كرة ملعوبة خطيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب لمصلحة القريب من تسجيل هدف أول كرة ملعوبة قوية أمامية تسديدة نارية يا الله لا 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 المهاري تعود الكرة للمنتخب المغربي ولكن هنا التغطية إلى خارج أرضية الملعب هذا الشوط الكرة تعود من جديد كنية ملعوبة الكرة خطيرة تمر الكرة ما فيها شيء حكم اللقاء يقول الكرة تعود ولكنها إلى خارتي والدفاع عن لقبه وبشكل جميل بومزو بكرة عرضية تصطدم في أنس العيان وهدف رابع للمنتخب يلم الكرة يبحث عن من يتواجد المغرب ضمن بطولة كأس العرب لكرة الصلاة ملعوبة راح اللي تكون في المباراة الأخيرة يا الله
على هدف على الهادي على الهادي المنتخب المغربي يلعب على الهادي الهدف يجي بخمس وكذلك عبد العزيز عتوش ويتواجد المدرب الوطني المغربي الوطني الله على كرة جميلة رضا خياري خلصها هشام في أرضية الملعب كرة ملعوبة لكرة القدم على هذا التنظيم الرائع يا جماله يا جماله سفيان المسرار ما في زيه ولا فيه مثاله الله الله على حيدر ضايعها عادت من جديد سفيان لا 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 انهيار لمنتخب الصومال في أرضية الملعب المنتخب المغربي جميل وشوف عادل هنا كثرة تغلب الشجاعة يا عيني عفوا عادت الكرة من جديد لا 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 لا, لا, لا. بدأ منتخب الصومالي عادت عثمان ملعوبة خطيرة الله على الكرة عثمان بومزو الجميل والرائع والمتألق عثمان يسجل الهدف الثامن لمصلحة المنتخب المغربي في أرضية الملعب ويأتي أمام أقوى منتخبات أفريقيا في هذه الكتين يحاول الكرة عادت لمنتخب الله تماس كرة ملعوبة أمامية يا عيني على الكرة حلوة المحاولة الصومالية حلوة الملعوبة أمامية حلوة يا عيني يسعد يا الله بالإصرار بالعزيمة نحو التاسع للمنتخب المغربي الحارس ما قصر الحارس شال الحارس تألق الحارس سوى كل شيء يقدر يسويه لكن يده واحدة ما تصد لمصلحة إدريس الفني ملعوبة إلى يوسف ملعوبة أمامية يا الله جميلة يوسف جواد جميلة يوسف جواد تعود إدريس الفني يسجلها ولا لا 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 نعم 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 سجل الهدف إدريس الفني الهدف الحادي عشر للمنتخب المغربي 11-0 البطولات الماضية والمشاركات الماضية يا الله خالد بوزيد يسجل 12 للمنتخب المغربي يحضر هنا بالهدف 12 في مرمى من تقف عائق أمام هؤلاء اللاعبين يا الله إسماعيل بقذيفة يا الله هذه يا خياري لمنتخب في 15 هنا ولا لا يا الله لا 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 لا, لا. مهرجان أهداف للمنتخب المغربي في أرضية الملعب 15 مقابل لا شيء هنا ولا خياري يكمل التألق خياري ما هي ماشية لا بركلة من العشر